خلال هذه المباراة لتحقيق انتصار آخر مع الإسباني راؤول كاريدا. أما التفاصيل فسوف تأتيكم بعد صافرة حكم هذه المباراة حمد السبيعي، ويساعده على الخطوط في مباراة الليلة فيصل الشمري وأحمد صالح. جمال حسين هو الحكم الرابع، وخميس الكواري وعبد الهادي الرويلي يتواجدان خلف شاشة الفار في مباراة هذا المساء. جولة انطلقت وفيها أتت الطموحات والانتصارات، الرغبة، وكل منا يبحث عن المراكز الأفضل قبل أن تأتي القمة يوم غد بإذن الله، أو القمم غدا بإذن الله، الغرافة والدحيل والكلاسيكو بين السد والريان. السيلية فاز بهدف عبد القادر إلياس على العميد الأهلاوي، والعربي بهدفي بوني، ومرتضى فاز على الشحانية بهدفين للهدف، والخور قبل هذه المواجهة سجل 3 أهداف مقابل هدف واحد على الملك نادي قطر، هدف وحيد لصامويل أيتو مع تألق محترفين نادي الخور. الدعوات حاضرة والهمسات موجودة لدى عبد الهادي نعمان. صافرة حمد السبيعي انطلقت، وبالتالي إليكم إلى التفاصيل في هذه المباراة. الإخراطيات يتواجد على يمين الشاشة، وقد احتل مركز التدريب الكابتن وسام رزق منذ الأيام الماضية بحكم إيقاف المدرب يوسف آدم، وبالتالي وسام يلعب في مباراة الليلة في حراسة مرمى أحمد سفيان 44. وضع أمامهم الذي يتواجد لأول مرة في هذه أو في هذا الموسم الجزائري إلياس حساني 29، وإلى جواره عبد الرحمن أبكر 19. على يمينهم يتواجد أحمد كحيل 82، وعلى يسارهم محمود سعد 22. أمامهم مباشرة وضع لاعبي ارتكاز، مدافع هو محمد سلام بالرقم 14، ومدافع آخر قيثارة عراقية هو علي فايز بالرقم 5. أمامهم مباشرة محمد عبد الرب الكابتن بالرقم 10، وعلى يمينه يتواجد الهداف الشاب عبد الهادي نعمان بالنسبة لجانب الإخراطيات بالرقم 21. وإلى الجهة اليسرى فالنتين لازار الرومانيستا الذي يقع خارج أرضية الملعب بالرقم 11، وللمقدمة محمد رزاق بالرقم 55. عل وعسى يظهر الإداء الذي غاب في المباراة الماضية وخسر الخلطيات بهدفين مقابل هدف مع الأهلي، ويظهر ذلك الأداء الجيد الذي أفسده مشاركة عدد أكبر من اللاعبين المقيمين في بطولة كأس قطر. كان من الممكن أن نتكلم عن خلطيات قد يكون فائز هو بالبطولة لولا الأخطاء الإدارية، وبالتالي من وصل إلى النهائي هو الغرافة، وفاز في نهاية المطاف على الدحيل بهدف مقابل شيء. أم صلال وبالمدرب كانيدا، وبعد انتصار وأداء مميز على فريق نادي الغرافة بهدفي العنابي ذياب والجديد كونسيساو، يلعب في مباراة الليلة كانيدا، ويضع باسل سميح في المرمى بالرقم 1، ووضع أمامهم قلبي دفاع مكون من أندرسون كونسيساو 26، وإلى جواره محمد كاسولا 66. على اليمين إسماعيل إبراهيم، هذا وسام، هذا وسام نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي السد، حقق الإنجازات الكبيرة مع السد والفوز بدوري أبطال آسيا هو الأبرز بالنسبة له، والفوز بخليج 17 وبعد ذلك خليج 22. كان حاضرا وسام رزق موجود اليوم على الجانب التدريبي. كونسيساو كاسولا، ويمينهم إسماعيل إبراهيم 3، ويسارهم مصعب محمود 17، ثم الجديد تينجا 77. على يمين تينجا أنس مبارك 4، وعلى يسار تينجا طلال علي بالرقم 16، والمقدمة فيها ثلاثي شاب مكون من عبد الله حسن كمال هو الشاب 39 سنة، وإلى الجهة اليمنى هداف بقيمة أو لاعب موهوب بقيمة ابن حماه محمود المواس بالرقم 10، وما بينهما الخبرة الكبيرة للهداف المتألق يانيك ساقبو إنسترليتي بالرقم 13، الرجل الذي يسجل أكثر الأهداف بالحديث عن مواجهات الفريقين، هو واحد من الهدافين، ولو إن هداف مواجهات الفريقين لم يعد حاضرا منذ فترة طويلة إذا ما ذكرنا لاعبين بقيمة يحيى كيبي على جانب الخلطيات، سجل 8 أهداف في شباك أم صلال في بطولة الدوري، واللاعب ماغنو ألفيس اللاعب البرازيلي الذي سجل 7 أهداف لأم صلال في شباك الخلطيات. بداية المواجهة على مستوى
بطولة دوري النجوم بين الفريقين هي المواجهة رقم 23 منذ العام 2008 حين يتقابل الجاران الخرطيات وأم صلال في 22 مواجهة. أم صلال حقق الانتصار في 7، تعادلا في 7، وفاز الخرطيات في 8. كان الحديث للمحللين عن المواجهات الأخيرة وعن نجاح أم صلال في تحقيق الانتصارات تواليا على الخرطيات، وهذا كلام صحيح. آخر فوز للخرطيات كان في ديسمبر 2015، وبعد ذلك 6 مباريات شهدت 5 انتصارات لصقور برزان مقابل تعادل وحيد في مواجهات الفريقين. ما تقابل الفريقين سابقا في الجولة رقم 17 في دور النجوم، لكن هذه هي المرة الخامسة التي يتواجه فيها الفريقان في شهر فبراير، وفي شهر فبراير أتى الانتصار مرة للصواعق ومرة للصقور، وحضر التعادل في مناسبتين في مواجهات الفريقين. الخور الفرسان عقدوا الموقف، كرة داخل منطقة الجزاء والكرة أحضان باسل زيدان. الأحاديث كانت في المؤتمر الصحفي لكل الفريقين وبحضور راؤول كنيدة الذي قال المواجهة صعبة وعلينا تقديم أفضل ما لدينا، وعبد الله حسن كمال اللاعب الشاب الذي يلعب في مباراة ليلة تحت 23 عاما قال مباراة ليست سهلة وسنلعب من أجل الفوز. فيما في جانب الفريق الأزرق كان الحديث لأحمد بدر الدين مدرب اللياقة وقال الهدف الحالي لعب المباراة الفاصل، والحظ لم يحالفنا ضد الأهلي. إلياس حساني سعيد بمشاركته الأولى ولو أنها تأتي في ظروف صعبة، فقال بإمكان الخرطيات الابتعاد عن شبح الهبوط. هذا على الورق نعم، لكن في الواقع من لم يحقق فوزا واحدا طيلة 16 جولة وخسر 15 مباراة فإن الأمر يبدو لي من هذه الزاوية صعب، وصعب جدا لكن لا مستحيلات في عالم كرة القدم. رمي التماس لمصلال، مصعب محمود 36 سنة موجود في مباراة الليلة على الرواق الأيسر، وهو قد سبق له اللعب لنادي الخرطيات في فترة الزمنية الماضية. ينفذ رمية التماس، كرة عالية إلى داخل المنطقة، الصراع موجود والإبعاد للاعب العائد إلى الخلف لدينا فالنتين لازار. كان قد خرج حمر يغطى وذهب إلى نادي قطر، وخرج ماهر يوسف من الخرطيات وذهب إلى نادي السيلية، والقادم الجديد فقط هو الجزائري إلياس حساني اللاعب الذي لعب لتولوز حيث ولد هناك وبوردو في فرنسا. الهجوم لمصعب محمود على الجهة اليسرى، فيما تغييرات مصلال كانت كثيرة في الانتقالات، كانت كثيرة في الانتقالات. قدم مدرب جديد إلى جانب صقور برزان وهو الإسباني راؤول كنيدة ليرفع من عدد الإسبان في دور النجوم إلى 3 مدربين بالنسبة لي كنيدة. وأتى في أم صلال يوسف أحمد مفترض خالد نواف، وغادر أرنول، وغادر جواد حناش، وغادر عادل الحيلي الذي أصيب بإصابة في الرباط الصليبي من خلال هذا الموسم وعوض بأندرسون كونسيساو، وغادر أيضا من جانب فريق نادي أم صلال أرنولد مويبا أيضا غادر فريق أم صلال. قدم تينغا وقدم كونسيساو، وهنا لدينا خطأ للويس أوتافيو دي أروكو الشهير بتينغا يقع على أرضية الملعب، وخطأ لصالح نادي أم صلال، خطأ لمصلحة أم صلال. وعلى التنفيذ لدينا محمود المواس، المواس هذا الموسم هو ثاني هدافي الصقور، الرجل الذي شرب من نهر العاصي ابن حماه. على التنفيذ ساكبو هداف الفريق 8 أهداف هذا الموسم، وهم من جملة 6 أسماء سجلوا أهداف للفريق مع هدف عكسي سجل لصالح أم صلال. المواس يلعب الكرة على القائم القريب، محاولة مباغتة أحمد سفيان، الكرة وصلت إلى سفيان. فيما الخرطيات أصغر اللاعبين في الفريق تحت 23 سنة هو المنتظر منه أن يسجل الكثير
لأنه هو هداف الفريق مع فالنتين لازار بثلاثة أهداف، بالحديث عن عبد الهادي نعمان، ونحن نتحدث عن عدد قليل من الأهداف. أضعف خط هجوم وأضعف خط دفاع هو للإخراطيات، سجل 11 هدف في 16 مباراة، واستقبلت شباكة 49 هدف. الإخراطيات من 16 مباراة لم يسجل في 7 مباريات هذا الموسم، مرة واحدة نجح في الحفاظ على شباكة من أصل 16 مرة، في المقابل لدينا مصل 4 مرات فقط لم يسجل، وفي مرتين كان لديه كلين شيت هذا الموسم. بالكعب ساكبو التقدم، هل يقضي أم صلال على حظوظ جاره الإخراطيات ويبددها ويضعها في مهب الريح؟ هذه أمور لا يتمناها أجانب نادي الإخراطيات في مباراة الليلة، يتمنى أن ينتصر، أن يصل إلى 6 نقاط وبالتالي الرهان على 5 مباريات الأخيرة. هنا الكرة، حسن حظ أحمد سفيان أن محمود المواس ما تحرك، وبالتالي محمود المواس ما انطلق خلف الكرة حين ضمن بالتأكيد بأنها ستكون في أحضان أحمد سفيان، أفلتت فلم تجد أحد، عادت إلى سفيان من جديد. تبادل التمريرات، أندرسون كونسيساو في الخط الخلفي إلى محمد كاسولا، من كاسولا إلى إسماعيل إبراهيم، طويلة تذهب إلى المواس عبر الجهة اليمنى، يبحث عن ساكبو، يلعب العكسية على القائم القريب، تترك بهذه الطريقة أحمد كحيل القادم الجديد، يبعد الكرة خارج أرضية الملعب. وتتحدث عن أحمد كحيل، بدأ مع الجيش ولكنه برز بشكل كبير مع الوكرة قبل أن ينتقل إلى الإخراطيات، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. هذا عبدالله حسن كمال، أصغر لاعب في تشكيل أم صلال في مباراة الليلة، من اللاعبين تحت 23 سنة، يتواجد عبر الجهة اليسرى فيما يتواجد المواس على الميمنة، وما بين المواس وما بين عبدالله حسن لاعب هداف بقيمة يانك ساكبو، سجل 8 أهداف هذا الموسم، وهو الذي يسجل في شباك نادي الإخراطيات 5 أهداف في مباريات سابقة. المواس يلعب الركنية داخل المنطقة، إن تتحدث عن مباريات الإخراطيات وأم صلال ستفتقد أسماء سجل الأهداف وأسماء حاضرة في المشهد. هجوم عبر الجهة اليسرى، هجوم متواصل لأم صلال، الكرة عالية تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. عبد الله حسن في الكرة الماضية، كرة خارج أرضية الملعب، لدينا هداف بصاهر الكرة اللي كانت للمواس، مواس كان رأى بأن الكرة ذهبت عالية، شوف الوقت اللي أدار في ظهره، الكرة أفلت. تالي وسامي أشر ويطالب بأن اللاعبين يصحصحون خاصة في الخط الخلفي، الخط الذي تلقى 29 هدف، وقد تم تغيير عديد المدربين في جانب الإخراطيات منذ بداية الموسم أكثر بكثير من المصال. هجوم لمحمد رزاق، الكثافة العددية للجانب البرتقالي، أبعد الكرة خارج أرضية الملعب، لدينا ركلة ركنية. يعني يوسف آدم ووسام رزق أتوا بعد العامري، والعامري أتى بعد ناصيف البياوي، والبياوي أتى بعد محمد ياسر السباعي الذي أتى بأحمد العجلاني في الموسم الماضي. يعني تتكلم بالتقريب 5 مدربين في موسمين في جانب نادي الإخراطيات، الاستقرار بالتأكيد غير حاضر، مدرب يبدأ الموسم في الاستعداد، ومدرب يستلم الدفة، ومدرب يكمل الموسم، هكذا للإخراطيات في الموسم الحالي. فيما أتى كانيدا بعد أن أقيل لوران بانيت مؤقتا، أتى من عربي، ومن ثم هنا لدينا صافرة وركلة جزاء. الصواعق يحصلون على ركلة جزاء مع بداية أحداث هذه المواجهة، ركلة جزاء للإخراطيات. شوف الكرة الماضية، التقدم والدخول داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تأتي العرقلة، القادم الجديد ابن الجزائر يبدو بأنه يأتي ومعه الخير، ويأتي ومعه ركلة جزاء أولى في مباراة الليلة بالنسبة لفريق نادي الإخراطيات. ضربة جزاء للإخراطيات، البحث عن الهدف الأول، يتقدم الروماني فالنتين لازار، لاعب بتروليو بوليستي، شيميا برازي، ومن ثم الأبرز دينامو بوخارست قبل أن يحل في الملاعب هنا في قطر مع فريق نادي السيلية. يقضي موسما، وفي هذا الموسم مع الإخراطيات
يبحث عن إنقاذ الصواعق هذا الموسم من الهبوط إلى الدرجة الثانية. عبد الله حسن هو من عرقل في الزاوية البعيدة وعليه الصورة الأوضح، والآن اتضحت الصورة لأن فالنتين لازار سيتقدم والأمور تذهب إلى الفار هناك حيث يتواجد خميس الكواري وعبد الهادي الرويلي. شيغول بالفعل هي ركلة جزاء، ركلة جزاء في نهاية المطاف، لامس قدم عبد الله حسن قدم إلياس حساني اللاعب الجزائري، وبالتالي الصافرة. ولدينا ما زال يستمع، ما زال الحديث بين السبيعي والكواري والرويلي، والاثنين ما هم بعيدين عني في احد الغرف هنا في استاذ عبد الله بن خليفه بنادي الدحيل المطلة على الملعب، عندهم شاشاتهم يتابعون المشهد عن كثب، وبالتالي يحسبونها ما يحسبونها كلها امور، وما زلنا ننتظر احتساب ركله جزاء بالفار في دوري النجوم كيو ام بي. خذ اعادات، وفالنتين لازار ينتظر وكلنا ننتظر مع وصولنا للربع ساعة الأولى من زمن هذه المباراة. شو يقول فالنتين لازار؟ هل هي ركلة جزاء للإخلاطية اللي سجل في الربع ساعة الأولى من اللعب هدفين فقط هذا الموسم؟ أم صلال ما سجل إلا هدف واحد. أم صلال أغلب أهدافها أتت في شوط المباراة الثاني، وأيضا الإخلاطيات، ولو أن أهداف الإخلاطيات أساسا قليلة. البلنتي من داخل ولا من برا المنطقة ولا من على الخط؟ هو من داخل المنطقة، وبالتالي لدينا الصافرة. حامد السبيعي يتقدم ويتراجع، يتقدم ويتراجع ويتأخر في احتساب ركلة جزاء. بالفعل أصبحت ركلة جزاء لصالح الإخلاطيات. فالنتين لازار يتقدم لينفذ ركلة الجزاء لصالح الفريق الأزرق. الإخلاطيات يبحث عن بدايات إيجابية، وبالتالي لازار في مواجهة باسل زيدان يتقدم. جول أول للإخلاطيات، بداية الأزرق من أجل النجاح من الهبوط إلى الدرجة الثانية يبدأ بأول الأهداف عن طريق فالنتين لازار. هكذا سجل لازار، وضع باسل زيدان في زاوية ووضع الكرة في زاوية أخرى ليعلن عن تقدم الإخلاطيات بهدف أول. فالنتين لازار يسجل 1-0 في مباراة الليلة، سجل الإخلاطيات. لا يتخيل نفسه بعد سنوات من التواجد في دوري النجوم أن يعود مجددا إلى دوري الدرجة الثانية، وبالتالي هو يحتاج للكثير. فالنتين لازار يسجل أول أهداف فريقه في الدقيقة 17، يصبح هداف الفريق هذا الموسم، لديه 4 أهداف، يسجل 4 أهدافه في دوري هذا الموسم بالنسبة للاعب الروماني لصالح فريق نادي الإخلاطيات. صارت 1-0، وآخر مرة فاز الإخلاطيات 1-0 كان ذلك في سبتمبر 2014 حين سجل الظهير الأيسر في مباراة الليلة محمود سعد هدف المباراة الوحيد لصالح الإخلاطيات. لكن الإخلاطيات يسجل، والآمال بالنسبة للإخلاطيات أن ينتصر في مباراة الليلة مهما كانت الظروف، مهما كانت المعطيات في مباراة الفريقين. فالنتين لازار يسجل الهدف رقم 29 في شباك أم صلال، وينضم للأسماء التي تسجل في الشباك. هنا علي فايز اللاعب العراقي يتحصل على بطاقة صفراء أولى بعد عرقلته في اللقطة الماضية لتينغا. علي فايز عطية 24 سنة و24 مباراة دولية مع أسود الرافدين، فيها 3 أهداف. الشاب الذي بدأ مشواره الكروي من نادي الصناعة هناك في العراق إلى الكرخ، ومن ثم شمالا إلى أربيل، ليعود من بوابة الشرطة هناك حيث البروز الأكبر مع القيثارة النادي الذي تصدر حاليا.
دوري كرة القدم العراقي الذي ينقل لكم أيضا عبر شاشة قنوات الكأس. ثم إلى سكريزاسبور ومنه إلى الإخراطيات في موسم حالي، موسم بالتأكيد عصيب، يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في مباراة اليوم. تلعب الكرة طويلة، لاعب رقم 15 تسجيلا للأهداف من جانب الإخراطيات على أم صلال سجل 31 هدف في شباك الإخراطيات، سجلها 17 لاعب. يفتقد أو يتذكر الناس بشكل كبير خاصة نادي أم صلال قدرات ماغنو ألفيس، الرجل الذي قاد أم صلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، سجل 7 أهداف في شباك الإخراطيات، هو صاحب الهاتريك الوحيد في شباك الصواعق. يتذكر الجميع تراوري سجل هدفين، يتذكر كابوري اللاعب الذي قدم إلى العربي، أحمد سفيان اللاعب بالنار. يا الإخراطيات تحرق صبيعك اليوم. إسماعيل محمود حاضر وقد سجل هدفين، أسامة الدراج النجم التونسي في مباراة واحدة سجل هدفين في شباك الإخراطيات، وساقبو الحاضر في مباراة الليلة ولديه 5 أهداف، كاد أن يسجل سادسها في شباك الإخراطيات. على جانب الإخراطيات عندك كثر سجلوا هدفين، على زارة العراقي جوزيه ديزري جوب سجل هدفين، تيكو كونكو سجل هدفين، محمود سعد سجل هدفين، حسن عبد الفتاح كذلك، عبد العزيز الأنصاري سجل هدفين، وعندك 8 أهداف من نصيبي يحيى أكيبي. هذا إذا أنت تتكلم عن نجوم، بعضهم ما زلنا نتذكره بشكل جيد لأنه خاصة في الإخراطيات قدم أداء جيد، مثل حكيمي على الزارة، حسن عبد الفتاح، هؤلاء لاعبين ظهروا بمظهر جيد وقدموا صورة جميلة للإخراطيات. أيامها كان الإخراطيات الحصان الأسود بحق وحقيقة في دوري النجوم، تقديم أداء مثالي ومرعب بالنسبة للفرق، ومباريات الإخراطيات وقتها كانت مباريات ممتعة. أيام يحيى كيبي، يحيى كيبي، جيسي جون، كان الإخراطيات فريق لديه العديد من الحلول الهجومية، غابت في السنة الحالية وغابت حتى في السنة الماضية. السنة الماضية الموسم الماضي اللي شفع للإخراطيات وجود هداف انتقل من الإخراطيات إلى السيالية هو الحديث عن رشيد تبركني، اللاعب المغربي، اللاعب اللي أنا في وجهة نظري أنقذ الإخراطيات حتى في المباراة الفاصلة ضد فريق نادي الوكرة. هذا بالحديث عن المباريات، وأنت تتحدث عن رشيد تبركني حاليا هو رابع هدافين دوري النجوم ب 12 هدف، أمامه أكرم عفيف 17 ويوسف العربي 19، ومن ثم الهداف الذي حقق الرقم القياسي بالحديث عن الجزائري، أفضل لاعب جزائري العام 2018، الحديث عن بغداد أبو نجاح. التقدم عبر الجهات اليمنى، النتيجة تشير إلى تقدم الإخراطيات من علامة الجزاء قبل 5 دقائق عن طريق فالنتين لازار، سجل بعد الاستعانة بالفار وتقدم في شباك أم صلال. مباراة كان مفترض أن تقام في ملعب نادي الغرافة اللي هو ملعب أم صلال هذا الموسم، لكن حولت إلى نادي قطر ثم إلى نادي تحيل، وحولت من الغرافة أساساً كان مفروض إقامة السوبر التورسي، وبعد ذلك أجل ومن ثم اعتمدت لتبقى المباراة هنا في التحيل، وعادت مباراة الغرافة والتحيل إلى استاد ثاني بن جاسم في الغرافة غدا بإذن الله تعالى. أنا وين كانت صباحة هذا اليوم لصحفنا المحلية متابعة للمباريات العرب، قالت المربع يراود الصقور، الراية تقول الإخراطيات المترنح يصطدم بأم صلال، الشرق كتبت عنوان عريض وكتبت حسابات خاصة، الوطن قالت الإخراطيات يبحث عن الأمل، أستاذ دعاء قالت أم صلال يطمح بفوز جديد على حساب الإخراطيات. المباراة هذا حتى اللحظة أقرب لعنوان جريدة الوطن، الإخراطيات يبحث عن نقاط الأمل. كرة ذهبت هنا عبر الجهة اليمنى وانتهت في أحضان حارس المرمى أحمد سفيان، لعبت الأمام تغطية الجهة اليسرى لجانب نادي الإخراطيات، الخروج بنقاط ثمينة الليلة يجعل وسام رزق والكتيبة التدريبية في نادي الإخراطيات كلها تعمل على قدم وساق وتتمسك بالأمل.
لخرطيات مباراة القادمة مع الغرافة والحديث عن الفوز الوحيد هذا الموسم للإخرطيات كان بهدفي عبد الهادي نعمان الذي تواجد عبر الجهة اليمنى على حساب الغرافة، هو الفوز الوحيد بين 16 مباراة، ال 15 الباقية كلها انتهت بهزيمة فريق نادي الإخرطيات. اليوم يبي يفوز ومن ثم الحديث عن مباراة القادمة ضد فريق نادي الغرافة. هنا الخطأ لعبد الله حسن كمال يقع على أرضية الملعب بعد العرقلة من فالنتين ألازار صاحب الهدف الوحيد. أم صلاح راح يواجه الخور يوم الجمعة المقبل والأربعاء الإخرطيات والغرافة، يعني ما مباراة الإخرطيات القادمة ما هي بعيد. لكن قبل الحديث عن الغرافة علينا الحديث عن أهمية الفوز في مباراة الليلة بالنسبة لجانب الإخرطيات. كرة لعبت عبر الجهة اليسرى، ما هي بعيدة الإخرطيات، ما هي بعيد، مسافة قريبة حتى من ملعب نادي الإخرطيات ومن منطقة الإخرطيات. لكن السؤال هنا النقاط كيف تصل إلى الإخرطيات، هذا هو المطلوب، هذا الذي تم البحث عنه من خلال الأيام الماضية. ما أتت النقاط من مباراة لمباراة، واليوم البحث عن النقاط. عبد الهادي نعمان يسدد، الله، احفظوا هذا الاسم الشاب، لاعب رائع بارع متألق، تألق في بطولة كأس نجوم قطر في الأيام الماضية، سجل هدفين في شباك الريان، سجل في شباك الغرافة قبل أن تأتي المباراة النهائية لصالح الغرافة. لاعب عنده الكثير عبد الهادي نعمان، يطلع منه الكثير بالنسبة لي لاعب فريق نادي الإخرطيات، يلعب رأس حربة ومتميز، يلعب عبر الجهة اليمنى ولاعب رائع، يسدد الكرة الماضية تذهب إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. ابن نادي الإخرطيات ولعب أيضا للسد في السنوات الماضية، ومن ثم لدينا هنا صافرة وخطأ، الكرة كانت أو ليست خطأ، الكرة تجاوزت وخرجت خارج أرضية الملعب، والتعادل في الركنيات حتى اللحظة واحدة بواحدة بالنسبة للجارين الإخرطيات وأم مصلان. بدأ باسم التضامن وبدأ باسم الهلال الإخرطيات، ومن ثم اختارا اسم المنطقتين المتجاورتين. أم صلال اسم واحد ويجمع كنادي منطقتي أم صلال محمد وأم صلال علي، وبعد من عمد بعد لهم في أم صلال، صخامة بعد لهم في أم صلال، هم الأقرب لنادي أم صلال، المناطق اللي حوالين نادي أم صلال ومركز شباب برزان، المراكز الشبابية الموجودة حوالينا وحوالي هذه المنطقة التي تتواجد فيها هذه المباراة. كرة عالية يصطاد عبد الرحمن أبكر الكرة قبل أن تذهب لساكبو الذي من الممكن أن يشكل خطورة بشكل مستمر، هو يسجل دائما. محمود المواس ابتعد كثيرا، محمود المواس يلعب الكرة، الكرة طالت على الكابيتانو إليفواري تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. ساكبو كان يبحث عن الكرة بين عبد الرحمن أبكر وبين في خط الدفاع لدينا في مباراة الليلة. علي فايز موجود ولدينا الياس حساني ايضا حاضر في موقعة الليلة بالنسبة لجانب فريق نادي الإخرطية. عالية الكرة تلعب، هل حدث تغيير على التشكيل الموجود؟ معتز ماجد يبدو بأنه موجود على الجهة اليسرى بديلا لمحمود سعد. نعم هذا اللي اقدر اقوله حاليا، الستارت ليست الموجود معانا فيه محمود سعد، لكن محمود سعد غير حاضر، معتز ماجد حاضر على الجهة اليسرى بالرقم 15. بالفعل معتز ماجد هنا الهجوم، حاول التمرير لكن الكرة تقطع من علي فايز. علي فايز اليوم يلعب في مكان غير مكان اللي تعودنا عليه، يلعب دائما قلب دفاع، يجد نفسه في كلاعب ارتكاز وعليه أن يكون حذر أكثر لأن لديه بطاقة صفراء، وهو لاعب يمتلك القدرة على تنفيذ الركلات الحرة الثابتة. قدمة ممتازة، هنا الخطأ كان على معتز ماجد، معتز ماجد هو الذي يتواجد بديلا لمحمود سعد. لاعب قادم معار
أو قادم من نادي قطر، قضى أغلب أيام مع الملك فريق نادي قطر، والآن يتواجد مع الإخراطيات في الموسم الحالي. التمرير عبر الجهة اليسرى ذهبت إلى إسماعيل إبراهيم، اصطدمت ومن ثم توجهت إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس. وسام يتابع المشهد الكروي بعد نصف ساعة من بداية أحداث هذا اللقاء، يمني النفس بحضور أو بحصول ما يتمناه، النجاح والذهاب إلى المباراة الفاصلة بعدها لكل حادث حديث. هل الخور ما يبغون هذا السنة؟ هل الخور بالعكس بعد انتصار اليوم هم يمنون النفس حتى بعدم لعب الفاصلة؟ أصبح الفارق بين الخور وقطر 4 نقاط، وبالتالي فرصة الخور أيضا كبيرة، وبالتالي سيحاول في الأيام القادمة في الأسابيع القادمة الحفاظ عليها في الـ5 جولات الأخيرة، بل وتغيير الواقع. أنت عندك الشحانية أو الغرافة عنده 18 نقطة في المركز الثامن، الشحانية في 9 17، قطر في 10 16، والخور في 11 12. بمجرد اقتراب الخور من الثلاثة الذين ذكرناهم، الغرافة والشحانية وقطر، هذا معناه أن الثلاثة كلهم أصبحوا في خطر، في خطر لعب المباراة الفاصلة. واقتراب الخور منهم رويدا رويدا، هذا يعني بأن الإخراطيات رسميا سيصبح في الدرجة الثانية في الموسم الماضي. 59% سيطرة مصلان، لكن هذه السيطرة لا تعكس حقيقة النتيجة بتقدم فالنتين لازار من علامة الجزاء. في فبراير حين تواجه الفريقان مثل ما ذكرنا، هناك انتصار بالخمسة لمصلال في 2009. هنا شوفوا مصلال اون تارجت صفر، او تارجت صفر، لم يهدد المرمى في النصف ساعة الأولى. هذا رقم يستحق الحديث عنه، في نصف ساعة ما شفنا أي شيء للفريق الذي تألق في المباراة الماضية، فيما الإخراطيات الكرتين اللتين قام بهما كانا بين الخشبات الثلاث، سجل في هذه المباراة من علامة الجزاء. في 2009 أم صلال في فبراير فاز 5-0، وفي 2015 الإخراطيات فاز 2-1، وفي 2017 تعادلا 0-0، وفي 2011 تعادلوا 1-1. هذه كلها مباريات أقيمت في فبراير. فبراير، هلا فبراير، يبتسم لمن هذه المرة؟ للإخراطيات، وستكون ابتسامة يعني فيها الكثير والكثير من الإيجابيات. رمي التماس لمصعب محمود، لدينا مدرب إسباني يتواجد في دورين، هو راؤول كانيدا وهو ثالث الإسبان مع روي فاريع مدرب نادي الاتحيل، ومع قبل ذلك بيبي مرسي، أكثر المدربين استقرارا هذا الموسم، بل وقبل هذا الموسم حين أتى مع الشحانية من الدرجة الثانية. عجبني، تحية لنادي الشحانية ونادي السيلية ونادي السد المستقرين مع أفييرا البرتغالي ومع مورسيا الإسباني ومع سامي الطرابلسي في السيلية. يا جماعة، الاستقرار يمكن أحيانا ما نعي قيمته، تخسر في مباريات تصبر، تصر على الاستقرار على المدرب، تجني ذلك مستقبل، وهذا اللي نشوفه مع هذه الفرق. صار ثمين كان للسيلية بالأمس على الأهلي، صعد به مؤقتا إلى المركز الثالث. عاد خذ تغييرات في دورينا من غير هؤلاء الثلاثة، هنا قادم جديد وما زال باقيا جوركوف الغرفاوي رغم الأحاديث الكبيرة والاعتراضات الكبيرة، لكن بالبقية فل تغييرات. الإخراطيات نصيف العامري، وسام مؤقتا، وأتى يوسف آدم، عربي لوكا، حاتم المدب، ومن ثم هيليك ريمسون، أم مصلال بانيد بن عربي، ومن ثم كانيدا الريان أرو بارينا سوزا مؤقتا، والمدرب ورا الخور عادل السلامي مؤقتا، عمر نجحي، برنارد كازوري، أو قطر عبد الله مبارك، فباتيستا الأهلي، ماتشالا، فرومن ديلا بيريرا. استقرار غير حاضر في دورينا على المستوى التدريبي،
وهذا لا وهنا لا نحتاج إلى أمر كثير لمعرفة تدهور النتائج في أغلب الفرق. هذا هو الحل أو هذه المعلومة الأساسية أو الأكيدة هي عدم وجود الاستقرار بالنسبة لفرق دورينا في الموسم الحالي. شيل مدرب شيل مدرب غير. هنا الكرة تلعب الركنية تبعد من محمد سلام. في الدقائق الماضية المباراة هذه فيها هجوم لأم صلال وفيها دفاع للغرافة. لمن لا يتابع أو دفاع للخرطيات أقصد، لمن لا يتابع هذه المباراة عبر الشاشة اسمع عبر الراديو أو بعيد عن التلفاز ويبيني ألخص له الوضع حاليا. الخرطيات بتقدم 1-0، الخرطيات على الجهة اليمنى يلبس الأبيض وأم صلال في اليسرى بالأسود البرتقالي يهاجم ولاعبي الخرطيات يدافعون عن هدف أول. هذا ملخص 35 دقيقة أولى من زمن هذا اللقاء. تينجا في وسط الملعب، يكاد وسط ملعب نادي أم صلال غير فعال من الناحية الهجومية بوجود تينجا وطلال علي وأنس مبارك، وهم لاعبين على الأغلب الميول الدفاعية تغلب عليهم أكثر من الهجومية، خاصة طلال علي وأنس مبارك معروفين كلاعبين ارتكاز. تلعب رمية التماس فيما التوهام موجود في أم صلال حتى اللحظة في الناحية الهجومية، لا يوجد فرص على شباك أحمد سفيان، وهذا أمر أيضا يحسب للخرطيات اللي مانع ومسك ومغلق كل الطرق المؤدية إلى مرمى أحمد سفيان. تمريرات للصقور، صقور برج برزان السعي للخروج من هذه المباراة بالنتيجة الإيجابية. قبل ذلك عليهم الخروج من الشوط الأول ولديهم هدف التعادل، لكن كيف يأتي هدف التعادل وما زلنا لم نشاهد أي فرصة حقيقية تنفذ في اتجاه شباك مرمى الحارس أحمد سفيان. طلال علي، عبد الرحمن أبكر نجح باللحاق بالكرة قبل أن تخرج للعبها إلى فالنتين لازار. طلال علي من جديد، كرات كثير مقطوعة، شوف من علي فايز إلى طلال علي إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، هذا طلال علي لاعب لنادي الشمال ومن ثم إلى المرخية ومن المرخية في الموسم الحالي مع أم صلال. معتز ماجد، ماجد صافرة وخطأ لمحمد رزاق في المقدمة. محمد رزاق بدأ مع معاذر، برز مع الأخوة في بداياته مع نادي قطر فالعربي فالغرافة من 2017 وهو يتواجد مع فريق الخرطيات وفي العادة هو بديل. علي فايز، علي فايز ينفذ الخطأ، يلعب الكرة عالية داخل المنطقة تبعد بالرأس. استلام للازار، لازار يمرر إلى الكابتان محمد عبد الرب إلى عبد الهادي نعمان الذي يذهب إلى الجهة اليسرى بيسرى يلعبها تبعد من كونسيساو، تبعد من البرازيليرو الرجل الذي سجل هدف الانتصار في المباراة الماضية على حساب نادي الغرافة. تلعب التمريرة خطيرة، محمد عبد الرب عكسية، كونسيساو يتألق في الإبعاد، عارض من جديد علي فايز يشوت، كرة العراقي تذهب إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. في الكرة الماضية شاهدنا ذو 29 عاما أندرسون كونسيساو إيبيرتو لاعب بدأ مع فيغورينس في البرازيليراو ومن ثم إلى ريال مايوركا والعودة للعب مع الأسباك بالنسبة لأتلتيكو مينيرو في المينيراو. فساو برناردو وفي الانتقالات الشتوية الحالية هو القادم من القادمين الجدد إلى أم صلال. صافرة وخطأ على علي فايز، عليه أن يكون أكثر حذرا، هذه المرة الثانية التي أقول فيها هذه الجملة وهي مخصصة للعراقي علي فايز لأن لديه بطاقة صفراء. يطوف لك الحكم مرة، يطوف لك الثانية وبعدين يطلع الكرت الأصفر وشابك معاه الكرت الأحمر وإذ بك تغادر في ظروف
لا يريدها نادي الإخراطيات لا في هذه المباراة ولا حتى في مباريات قادمة. باسل زيدان، زيدان يلعب الكرة طويلة بالرأس من ساكبو، تبعد من معتز ماجد، يتدخل عبد الله حسن، الشاب يستلم الكرة عبر الجهة اليمنى، يخترق، يتقدم ويتعصل على ركلة ركنية لصالح أم صلال. عبد الرحمن أبكر مع إلياس حساني، وأمامهم علي فايز، وإلى جوارهم معتز ماجد وأحمد كحيل، يبذلون مجهودات كبيرة في مباراة الليلة. ألا ليتها أتت في مباريات ماضية قبل هذا الوقت، يا ليت ما تعمر به في نهاية المطاف. أربع ركنيات لأم صلال، واحدة فقط للإخراطيات. اللعبة بالرأس، أحمد سفيان يتصدى، عادت من جديد والإبعاد بالرأس اللقطة الماضية من عبد الرحمن أبكر، كرة ماضية تحسب لأحمد سفيان، وفي ذات الوقت أيضا قد يكون ملام عليها، لا يوجد أحد يغطي من لاعبي الإخراطيات في الزاوية البعيدة، وبالتالي أحمد سفيان هو من تكفل بإبعاد الكرة الماضية قبل أن يبعد الكرة في نهاية المطاف. عبد الرحمن أبكر هذا أول تهديد بين الخشبات الثلاث لأم صلال، يأتي بالرأس حتى اللاعب تينجا حين قفز في الكرة الماضية لم يجد أحد، أو أنس مبارك اللي قفز في الكرة الماضية لم يجد أحد في الرقابة من جانب الإخراطيات. الله على أيام أنس في الغرافة. كرة لعبت عبر الجهة اليمنى، تصطدم، تذهب إلى رمي التماس، أنس مبارك أتذكر لا إراديا عثمان العساس، جونينيو، برنامبو كانو، خيد الشمري مع كلوبرسون ويونس محمود. وللزمان ارجع يا زمان، هو مو زمان، هو مو زمان، من فترة قريبة ملوك الكرة الجميلة فريق نادي الغرافة. الفهود بالفعل كان الكل يتغنى به، أيام جميلة انتظر عاشق الفهود عودتها. تمريرات متبادلة في خط الخلفي لنادي أم صلال اللي شهد بعض الضغط والحصول على ركلة جزاء، سجل الإخراطيات بعد ذلك، بدأ أم صلال يضغط أكثر. المواس ساقبو وإلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. يواصل الضغط أم صلال، الصقور تواصل التحليق في انتظار افتراس هدف التعادل، لكن حتى اللحظة كراتهم تذهب إلى خارج أرضية الملعب ما عدا واحدة تصدى لها حارس المرمى أحمد سفيان. يبني النفس محب نادي الإخراطيات الخروج من هذا الشوط بالواحد صفر، هذا الواحد صفر هذا لترتيب الأوراق حتى شوط مباراة ثاني. عادت الكرة تبعد من محمد سلام إلى أو من عبد الرحمن أبكر إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. آخر مباراة بين الفريقين في كانت في كأس النجوم قطر، وقتها كان أم صلال يمتلك نقاط خمس والإخراطيات ثلاث نقاط، وكان على الإخراطيات أن ينتصر ليتأهل رابعا، وهو ما حدث حين سجل هدفين مقابل لا شيء، صعد بست نقاط رابعا، تجاوز الريان، تجاوز الغرافة للنهائي قبل أن يأتي القرار ويخرج الإخراطيات بخطأ إداري ويتأهل فريق نادي الغرافة. وخرج طبعا أم صلال من دوري المجموعات لكأس نجوم قطر. فيما في الدوري كانت المباراة بين الفريقين ضمن الأسبوع السادس، وفاز أم صلال بهدفي يانك ساكبو موجود في مباراة الليلة، ومحمد رزاق سجل الإخراطيات يوم. ساكبو ما سجل حتى اللحظة، خيارات في مقاعد البدلاء مطلوبة في شوط المباراة الثاني لأم صلال، واحد منها إسماعيل محمود. وجهة نظري سيكون خيار مناسب في الجهة اليسرى مع محمود المواس مع يانك ساكبو، وقاموا في هذا الموسم بواحدة من أجمل مباريات أم صلال، كانت مباراة الأهلي في الجولة الثالثة وفاز فيها أم صلال 4-1 يومها. المواس الذي استلم الكرة سجل هدفين، تسديدة المواس خارج أرضية الملعب. يوم المواز جاب سجل هدفين، وإسماعيل محمود سجل، ويانك ساكبو سجل هدفاً واحد. كان ذلك
في الجولة الثالثة هذا الموسم. لكن لدينا اليوم فالنتين لازار يتقدم، وهو الذي سجل هدف الإخلاطيات الوحيد في المباراة الماضية مع الأهلي، وسجل قبل الهدف الوحيد في الخسارة مع العربي، وسجل الهدف الوحيد أيضا في الخسارة مع الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. أتمنى فالنتين لازار أن يسجل الهدف في مباراة وينتصر الإخلاطية، لأن في المباراة الماضية حين كان يسجل كان الإخلاطية خسر 4-1 و2-1 و2-1 2-1 من العربي و2-1 في المباراة الأخيرة من الأهلي. كرة عبر الجهة اليسرى، يتقدم مصعب محمود، مصعب يخترق في العمق ويسدد أرضية تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة جزاء. كثافة الهجمات لمصلال في شوط المباراة الأول، نعم في أفضلية، نعم في سيطرة، لكن المجهودات الموجودة في وسط ملعب نادي مصلال فردية على الأغلب، يغلب عليها الطابع الفردي، كل واحد يحاول يدبر نفسه إلا في الكرات العكسية. يعني مصعب من اليسار يتقدم ويشوت، المواس من اليمين يتقدم ويشوت، ساقبو ينتظر الكرات ما بين قلوب الدفاع. تالي الجماعية، الصيغة الجماعية لصقور برزان غير واضحة على الشكل الهجوم، تظهر الخطورة في أفضل فاعلية لها حين تأتي الكرات العكسية. انتهى الوقت الأصلي، 3 دقائق ترفع من قبل جمال حسين الحكم الرابع من إشارة حمد السبيعي كوقت بدل ضائع. لازار يتوغل في منطقة الجزاء، يبحث عن ركلة جزاء، خلاص موحل ما راح يعطيك بلنتي ثاني إذا ما لم تكن مقنعا في الوقوع، ما كان مقنع بصراحة. الاصطدام كان عادي أساسا، وبالتالي في نهاية المطاف كرة أتت في أحضان حارس المرمى باسل زيدان. تلعب الكرة، آخر 3 دقائق من شوط المباراة الأول، هل يأتي أم صلال بالتعادل قبل الذهاب إلى حجرات الملابس؟ عبد الله حسن كمال يحاول المرور والكرة طالت، كان يبحث عن ركلة جزاء أمام أحمد كحيل لكنها إلى خارج أرضية الملعب. يبدو بأن لاعبي كرة القدم حاليا في كل العالم يحاولون الرهان على الفار، لكن الفار يصيد. بالتالي اللاعب قبل اللاعب إذا يحاول يمثل على الحكم يبدأ في محاولة الضغط على الحكم لاحتساب ركلة جزاء. الآن إذا ما قدر يضحك على الحكم فيمررها، لأنه يعرف أن الحكم إذا رجع للفار راح يجده مثلا يمثل أو الوقوع لم يكن أو لا يستحق ركلة جزاء. هذه أمور يبدو بأن الفار غيرها في عقليات اللاعبين، ومع ذلك الحكم يذهب إلى الفار في كرة عبد الله حسن كمال. العب عنده فرصة إعطاء فار في الثواني الأخيرة من المباراة، يقول لك ما يمنع بما إحنا في نهاية الشوط الأول، خلنا نتأكد. محمد عبد الله ينقل اتجاه الكرة إلى فالنتين لازار، إسماعيل إبراهيم برأسه تصطدم بلازار، تذهب إلى الكوتش راؤول كانيدا، راؤول كانيدا بيريس مواليد البونتا فيردي في إسبانيا، بدأ التدريب مع دوردوس دي سينولا ومن ثم إلى ريال سوسيداد الإسباني تشيريوريدي في إقليم الباسك، ومنها إلى ألميريا على ساحل المتوسط، وبعد ذلك عرفناه في المنطقة العربية مع نادي الاتحاد السعودي فالنصر السعودي، وها هو الآن يتواجد مع فريق أم صلال في أول تجاربة هنا في دور النجوم. فاز في المباراة الأولى، كانت بداية إيجابية حتى اللحظة هو خاسر بهدف مقابل لا شيء، لكن الأمر هذا طبيعي لأن هذا ما حصل بالفعل مع الغرافة في الجولة الماضية حين تقدم فهيد الشمري في الشوط الأول قبل أن ينجح ذياب العنابي وكونسيساو في إحراز هدفين في شوط المباراة. صافرة حمد السبيعي، عزيزي متابع شاشة قنوات الكأس، تعلن نهاية المشهد في شوط المباراة الأول بين أم صلال والإخلاطيات بتقدم الإخلاطيات بهدف أتى من علامة الجزاء عن طريق فالنتين لازار في الدقيقة 17 مقابل لا شيء لصقور برزان. العودة بالكلمة والصوت والصورة، إخلاطيات في هذا الشوط، بداية
أحداث شوط المباراة الثاني. حمد السبيعي يطلق صافرته ووسام رزق يحافظ على الأسماء الموجودة في الخلاطيات. أحمد صفيان باقي في المرمى بكل تأكيد، وأحمد كحيل، عبد الرحمن أبكار، إلياس حساني، معتز ماجد الدفاع، محمد سلام، علي فايز الارتكاز، عبد الهادي نعمان، محمد عبد الرب، وفلنتين لازار خلف محمد رزاق في المقدمة، فيما راؤول كنيدة أجرى تغييرات. أم صلال يبدأ كرة ممكن في المرمى، الخلاطيات كاد أن ينهي الأمور تقريبا، إذ ما كان سجل الكابيتانو محمد عبد الرب في الكرة الماضية. كرة محمد تذهب خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، ضاعت فرصة التسجيل لمحمد عبد الرب. في الحديث في وقت الحديث عن تشكيلة أم صلال في حراسة المرمى، باسل زيدان وإسماعيل إبراهيم، أندرسون كونسيسا، ومحمد كاسولا، وهؤلاء أصبحوا ثلاثة في الخط الخلفي، وأمامهم أنس مبارك، تينجا، طلال علي، وثياب العنابي، والمقدمة لإسماعيل محمود ومحمود المواس ويانيك ساقبو. 3-4-3 أصبح أم صلال يلعب بها، وهذا يعني بأن أم صلال قرر بلا هوادة أن ينتقل أو أن ينطلق إلى الأمام ليهاجم من أجل إحراز هدف التعادل. هدف التعادل ومن ثم يفكر بالفوز إذا ما أراد الفوز في مباراة اليوم. أول شيء يتعادل وبعدين ممكن يكون الحديث كبير عن الفوز. خطأ لصالح أم صلال، يتقدم الكل إلى الأمام، يبقى إسماعيل إبراهيم فقط في الخلف، الكل إسماعيل إبراهيم فقط في الخلف، وطبعا خلف منه باسل زيدان حارس المرمى. وهنا الكرة تلعب تبعد، عادت الكرة إلى إسماعيل يلعبها، تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة أو رمي التماس لمصلحة فريق نادي الإخلاطيات. كرة وصلت إلى فالنتين لازار، لازار يحاول التمرير، تقطع من وسط الملعب طلال علي. مباريات الغد سيكون الجميع في مواجهة الدحيل والغرافة، بعد ذلك الكلاسيكو الريان والسد. بعد أسبوع شهد دورة أو مباراة البلاي أوف لدوري أبطال آسيا، وشهدت صعود الريان على حساب سايبا الإيراني ب3-1 وتألق القادم الجديد ريفاز، فيما كان متقدماً 2-0 الغرافة على ذوب آهل الإيراني الذي تفوق في نهاية المطاف وصعد إلى دور المجموعات بالفوز 3-2. المواس يحاول المرور لكن التغطية كانت حاضرة من الياس حساني، عادت من جديد طلال علي، طلال يلعبها عالي داخل المنطقة، عاد من جديد المواس، المرور خطيرة، تصطدم وتصطدم في محمود المواس، تذهب إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. وهذا إسماعيل محمود، هذا إسماعيل محمود، كنا تحدثنا في الشوط الأول وجود إسماعيل محمود مع المواس مع يانك ساقبو في المقدمة سينشط من الطريقة الهجومية ومن الشكل الهجومي المصلل الذي كان غير موجود في شوط المباراة الأول. تحدث عبد الله الشمري سلام النادي المصلل قبل المباراة مع الزميل فالح الشمري عن وجود بالأمس الرئيس نادي المصلل الشيخ حمد بن ناصر الثاني وتوصيته للاعبي الفريق من خلال هذه المباراة. هذه الأمور كانت بالنسبة لأم صلال قبل المواجهة، خاصة بعد أفراح الأداء الجيد والكمباك العودة أمام فريق نادي الغرافة في الجولة الماضية. محمد رزاق يلعب الكرة عالية إلى فالنتين لازار، قبل ذلك تبعد الكرة من تينجا، تينجا بدأ مع بونتا بريتا إلى الباليسترا إيطاليا بالميراس. هنا الهجوم، ساقبو يمررها بشكل جميل، وسط اسماعيل محمود، يؤخر الكرة اسماعيل يسدد، كرة خارج أرضية الملعب. الحديث بين اسماعيل وما بين المواس، والكرة للمرة الثانية اسماعيل يتقدم. حلوة التمريرة، حلوة التمريرة من يانك ساقبو، شوف هنا التباطؤ، هنا ذهاب الكرة من قدم اسماعيل أضاع الهجمة وجعلها صعبة، انتهت بالتسديدة هذا خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب ضربة مرمى.
هنا تشكيل توم صلال بالأسفل، تشاهدون الأسماء أمامكم، أسماء المكتوبة التي تكتب دائما بالإنجليزي تكتبها الطريقة الجميلة في أسفل الشاشة. كرة وسط لمحمود المواس، المواس يمرر الكرة، تقطع في منتصف الملعب بالنسبة للإخراطيات، البحث عن هدف ثاني يسهل مهمة الخروج من أرضية هذا الملعب بالانتصار الثمين. التقدم، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، الانطلاق عبر الجهة اليسرى، ما زال احتفاظ بالكرة موجود، والعكسية تنتهي خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، طلعة هجومية كانت للإخراطيات، يبدو بأنها لمعتز ماجد أو عبد الهادي، لا بالفعل هو معتز ماجد، عبد الهادي نعمان موجود في الجهة اليمنى، طلعة هجومية انتهت من معتز ماجد، ذهبت خارج أرضية الملعب. محمود المواس لاعب سوري موجود في دورينا في الموسم الحالي، ضاف إلى سوريين آخرين بينهم فهد اليوسف حاضر، وأسامة أومري، فهد اليوسف مع السهلية وأسامة أومري مع نادي قطر. المنتخب السوري ويمتلك دائما لاعبين مميزين في كرة القدم السورية، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب في كأس آسيا الأخيرة، وفاجأ الجميع بالخروج من المجموعات في مؤخر ترتيب المجموعة. واللاعب السوري على المستوى الفردي حتى على المستوى الجماعي في تصفيات كأس العالم يمتلك الشيء الكثير. هجوم هنا لصالح فريق الإخراطيات، أربعة ضد أربعة، المرور ستصبح خطيرة للأزار، يمرر محمد عبد الرب، ممكن الهدف، المرور والتسديد، محمد كان الأفضل أن يسددها مباشرة، تأخر فيها ووجدت أندرسون كونسيساو في اللقطة الماضية هو من يبعد الكرة. البرازيلي من خلال هذا الشوط الرابع بالنسبة له مع فريق أم صالح يظهر بأنه صفقة جيدة لأم صالح الذي افتقد بإصابة عال الرحيلي الكثير على المستوى الدفاعي. أيضا برازيلي آخر موجود، تينغا لعب مع بونتا بريتا، فبالميراس بطل البرازيليرا للمرة العاشرة في تاريخه، ثم إلى جوبيليو إيواتا في اليابان، العودة إلى أفاي وسيريبي وسانتو أندري، وهو من القادمين الجدد في الانتقالات الشتوية، واحد من البرازيليرو الموجودين في دورين، وهم كثر برازيليين، قيمة الكبيرة بالنسبة للأسماء البرازيلية في دوري نجوم كيو أم بي، زاد في الشتوية زاد البرازيليين. هنا التقدم والهجوم، عبد الهادي نعمان يمرر الكرة، عبد الهادي ذهبت إلى فالنتين لازار، الخطورة للإخراطيات تسدد في أحضان حارس المرمى، التحول للعب بثلاثة في الخط الخلفي يمنح الإخراطيات خيار التحرك عبر الأطراف عن طريق عبد الهادي نعمان في الجهة اليمنى وعن طريق فالنتين لازار في الجهة اليسرى، وما بينهما يأتي من الخلف محمد عبد الربو، في الأمام محمد رزاق. هذا اللي حدث، التغيير في مصلال، ثلاثة في الدفاع فقط هم إسماعيل إبراهيم وكونسيساو وكاسولا، وبالتالي اللاعبين الموجودين على الأطراف إذياب العنابي، وأيضا في وسط الملعب لدينا إسماعيل إبراهيم ولدينا تينغا ولدينا طلال علي، ما عندهم أي تغطية على مستوى الأطراف، تترك الأطراف لعبد الهادي نعمان وفالنتين لازار. هذا ما نشاهده في عشر دقائق أولى في الشوط الثاني. يظهر الخلطيات أيضا أفضل، أخطر هجوميا على شباك باسل زيدان، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة فقد يسجل الخلطيات هدف الأمان في هذه المباراة. من كاسولا، المواس، المواس خلف المدافعين إلى يانيك ساقبو، الضغط من إلياس حساني، صراع أفريقي، ساقبو يفوز به، لكن بعد ذلك الكرة غادرت خارج أرضية الملعب. ساقبو حاول المرور من الجزائري، الجزائري
يبدو بأن قيمة جيدة أتت، ولو أنها أتت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. ينضم إلى جزائريين أيضا يتألقون في دورينها، أحدهم الهداف الجوليادور لدور النجوم حاليا بغداد وجاح، والآخر قيمة كبيرة في دورينا، واحد من أفضل اللاعبين في أحد المواسم إذا ما تحدثنا عن نذير بالحاج، وثالثهم حمرون يغرطة أيضا من اللاعبين المتألقين، كان مع الخرطيات وحاليا هو مع نادي قطر. إلياس حساني كان مفترض يكون قد وقع للغرافة، لم يكن مسموحا بتوقيع الغرافة، بالتالي الذهاب إلى النادي الأقرب إلى الغرافة، نادي الخرطيات. يطلع من الغرافة يروح شمال، وهو قريب ما هو بعيد نادي الخرطيات عن نادي الغرافة، بالتالي ذهب إلى الخرطيات. إلياس حساني لعبت الكرة بالرأس، صراع الرأسيات والكرة تنتهي خارج أرضية الملعب. محمد سلاح كان يطلب ركلة ركنية، لكن حمد السبيعي قال ما في أي شيء. مطالبات محمد سلام صحيحة لكنها صعبة على حكم المباراة وعلى المساعد الأول فيصل الشمري. محمد سلام 2009 يرتدي قميص الخرطيات، وقبل ذلك مع المرخية، موسمين فقط. 1-0 للخرطيات، البحث عن انتصار ثاني بعد 9 مباريات فقد فيها الخرطيات 27 نقطة كاملة. خسر في 9 مباريات بعد أن انتصر على الغرافة، خسر في 9 تواليا. لا يريد خسارة العاشر، يريد الحصول على أول نقاط منذ 9 جولات تنعش آماله ولو قليلا، في ظل أن ستكون بعد هذا الفوز، يعني اليوم فوز الخوف، وإذا ما فاز الخرطيات هذا سينعش صراع القاع في الجولات القادمة، مثلما صراع القمة منتعش بوجود تنافس بين السد ولد حيل. الحديث عن في برنامج المجلس سيكون عن الخور وعن الخرطيات اليوم إذا ما انتهت المباراة بانتصار الخرطيات، وكيف نجح الأزرقان في الخروج من موقعة الألوان النارية بالانتصار الأصفر والبرتقال. تدخل دفاعي وابعاد الى رمي التماس للمصلال الذي لا يستسلم، وهو في اغلب مباريات بطوله الدوري يسجل اهدافه في الشوط الثاني. اذا ما كان فريق نادي ام مصلال هذا الموسم وسجل عدد اهداف 19 هدف، فمن ال 19 هدف بما ان مرت ساعه من اللعب، من ال 19 هدف هناك 8 اهداف اتت في النصف ساعه الاخيره، 5 منها ما بين الدقيقتين او ما بين الدقائق 60 حتى 75، وهي اكثر عدد دقائق شهدت اهداف لمصلحه صقور برزان. هذا الحديث عن المستوى في ناحيه الدقائق. هجوم تينجا يخترق من الجهه اليمنى، يمرر كره تبعد من احمد كحيل، تذهب من الجميع، يبعدها احمد كحيل. تقدم عبر الجهه اليمنى، يذهب ذياب العنابي ليمرر الى تينجا الذي يقدم اداء جيد حاليا، يمرر لساكبو، ساكبو يتباطا، يقرر التسديد متاخرا بعد ان اغلق المدافعون طريق ساكبو الى المرمى. تلعب الكره، ضغط للمصلال، هكذا كانت الامور في شوط المباراه الاول وهكذا في شوط المباراه الثاني، لكن الفعاليه اكثر للخرطيات على مرمى باسل زيدان. التقدم، محمد رزاق يهرب بالكره، يمرر لمحمد عبد الرب عبر الجهه اليمنى، يبحث عن عبد الهادي نعمان او فالنتين لازار مع الكره، فالنتين يمرر لعبد الهادي، تبعد من اسماعيل ابراهيم، خرج في الوقت المناسب، ساقبو الى اسماعيل محمود، اسماعيل محمود اذا يمر من الياس، راحت الياس ابعد الكره، ذهبت عبر الجهه اليسرى الى البديل ذياب العنابي، ذياب وبجانبه محمود المواس، يقرر التمرير لكنها سهله الى احمد سفيان. احمد سفيان يعاتب المدافعين الذين تركوا اسماعيل محمود، ولاعبي ام بصلال يعاتبون ذياب العنابي على لعبه للكره بهذه الطريقه. ذياب العنابي حاول يلعبها لساكبو لكنها ذابت عاليه ووصلت الى حارس المرمى. اسماعيل ابراهيم يقطع الكره،
الاخراطيات يحتاج الى هجمه فيها كثافه عدديه وفيها نقلات سليمه، ممكن يسجل الهدف الثاني ويخرج من موقع استاد عبد الله بن خليفه بنادي الدحيل منتصر. والدحيل يراهن على الوقت الذي لا يسجل فيه الاخراطيات، على وعسى ان يسجل التمرير في العمق. ذياب، ذياب قد ياتي بالتعادل، هكذا فعلها امام الغرافه وكاد ان يفعلها امام الاخراطيات، لكنها في نهايه المطاف احتسبت ضربه مرمى. بطاقه صفراء تظهر للمره الثانيه في هذه المباراه من نصيب طلال علي. طلال علي شوف الاعاده طالت على ذياب وتدخل القيثار علي فايز اللقطة الماضية فأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تدخل العراقي أنقذ الموقف في اللقطة الماضية، برز بشكل كبير علي. علي مع الشرطة كان بروزه كبير، وهذا البروز قاده ليمثل أسود الرافدين، وأيضا تألق مع المنتخب العراقي، أصبح قيمة ثابتة هو قائد النادي العربي أحمد إبراهيم ولاعب نادي الشحانية الحالي الخور سابقا ريفن سولاق. هجوم عبر الجهة اليمنى، رزاق يتقدم، ممكن يسدد رزاق، وباسل زيدان تصدى لها بهذه الطريقة، حولها إلى ركلة ركنية. باسل زيدان، باسل زيدان شوف الكرة، محمد رزاق اليوم يقدم مباراة إيجابية في مقدمة الصفوف نادي الإخراطية. تسديدته الماضية يحولها ابن 37 عام باسل زيدان إلى خارج أرضية الملعب. بدأ من السد، فالعربي للخور الأهلي للجيش بسيمير ومعيذر، و2017 أصبح حارس لنادي أم صلال. تجارب عديدة وأيام كبيرة. ثالث ركنية للإخراطيات من أصل سبعة في هذه المباراة، أكثرها لأم صلال، ولا يوجد استفادة من أي ركلة ركنية في هذه المباراة. الهدف الوحيد أتى من علامة الجزاء، خطأ لإسماعيل محمود. إسماعيل يطالب بالبطاقة على لاعب نادي الإخراطيات في شوط مباراة ثاني، والتقدم الآن. تينجا انتقل للجهة اليمنى، أصبح يهدد أخطر. تينجا يسدد كرة أرضية سهلة في نهاية المطاف في أحضان الحارس. شوف الحديث بين لاعبي أم صلال، شوف الحديث اللي كان بين تينجا وبين محمود المواس. خلك من هذا الحديث، الحديث هذا نتاج شنو في أرضية الملعب؟ نتاج اللعب بشكل وطابع أكثر فردية. تقدم إسماعيل محمود ويشوت، تينجا يتقدم ويشوت، محمود المواس يشوت، الكل يتقدم وما في، ما شفنا حتى اللحظة جملة تكتيكية فنية في أكثر من نقلة مثلثات مربعات بين كذا لاعب من أم صلال، لا يتقدم ويشوت، ما كان في أحد من زملائه موجود بجواره. هذا الملاحظ منذ بداية هذه المباراة، وبالتالي هذا يمنع أم صلال من التسجيل. بحاجة إلى جماعية أكثر، بحاجة إلى تنظيم الصفوف أكثر في الثلث الأخير من الملعب، إنما أراد الصقور تسجيل هدف التعادل أولا. المواس تفقد الكرة من إسماعيل محمود، كونسي ساو يؤدي واجبه حتى اللحظة على خير ما يرام. ورايه موقف تسلل، وجود محمد رزاق في موقف التسلل. تلعب من طلال علي، تينجا أصبح على الجهة اليمنى جناح أيمن، والمواس أصبح في الجهة اليسرى، وذياب العنابي تقدم للأمام مع إسماعيل محمود ويانك ساك. تغييرين فقط لأم صلال كانوا مع بداية الشوط الثاني، على ذلك لا يوجد تغييرات. هل يدفع وسام رزق بأحد اللاعبين في هذا الشوط، أو من سيستخدمهم وسام رزق في هذا الشوط من الأسماء الموجودة؟ تمريرة في اللقطة الماضية بلعب، بلعب عبد العزيز الصاري ممكن يكون الأسماء، شارلز جونيور ممكن، هذا اللي تكلمنا عنه طلع لنا مباشرة. عبد العزيز الأنصاري سيكون هو البديل الأول للإخراطيات بديلا لعبد الهادي نعمان.
عبد العزيز الأنصاري، وعبد العزيز سبق له في مناسبتين أن سجل في شباك مصلال مع فريق نادي الإخراطيات. الأداء اللي نشوفه لأم مصلال يعني في غير وضوح، ليس مصلال الذي ظهر في الشوط الثاني أمام الغرافة، كاد يكون في حال توهان في الثلث الأخير من الملعب أنهم لم يلعبوا مع بعض سابقا، وهذه أمور ممكن تكون في بعض الأحيان عادية مع وجود مدرب جديد، لكن ليست بالتغييرات بهذه الطريقة، خاصة في لاعبين جدد، في مدرب جديد وفي لاعبين جدد، في كونسيساو في تينغا فقط، اللعب بشكل أكثر واقعية تناسب الموجودين في أرضية الملعب. اعتراضات مستمرة لإسماعيل محمود، حامد السبيعي يهدد هذه المرة، لهجة حادة من حكم المباراة بأن اعتراضات إسماعيل المستمرة قد تجاب بخروجه من أرضية الملعب. المواس إلى ذياب عبر الجهة اليسرى، شوف ذياب محاصر من لاعبين، تذهب إلى رمي التماس، شوف كل واحد توصل الكرة من فريق نادي أم مصلال يلعب بالكرة وحيدة، يحاول يتحكم بالكرة وحيدة، ما في سلم مستقيم. شوف المواس، كونسيساو، كونسيساو إلى كاسولا، ساكبو إلى كاسولا، يلم الكرة صافرة وخطأ لمحمد رزاق، محمد رزاق بالرقم 55، عرقل محمد كاسولا بالرقم 66، قام الزوجية حاضرة والإعاقة حاضرة من محمد رزاق على محمد كاسولا. كاسولا 30 عام وستين مباراة دولية مع النامي، وتسجيل أهداف فترة مميزة كانت أيام مع نادي السد في الريال، وفي العام الحالي يتواجد مع مصلال. كرة عبر الجهة اليمنى، المرور، اللعبة العكسية، وسط الكرة هنا في الدفاع، المواس والكرة أحضان الحارس، حاول المواس البحث عن الكرة لكن إلياس حساني كان حاضر في التغطية بالنسبة للجزائري. الجزائري يلعب الكرة طويلة، السعيد الذي يراهن في مباراته الأولى على أن الإخراطيات سينجو في نهاية المطاف من شبح الهبوط، هكذا قال وهكذا تحدث في المؤتمر الصحفي. التقدم الآن والهجوم، محاولة المرور وصافرة وخطأ، عبد الرحمن أبكر، عبد الرحمن أبكر يعرقل بعد وانتو جميل بين تينغا وساكبو، البرازيلي للإفواري للبرازيلي، ومن ثم عرقلت عبد الرحمن أبكر، لا يعرقل فقط عبد الرحمن أبكر اليوم، يريد عرقلة أم بصلان حماية للوصول إلى النقطة السادسة، هذا ما يريده لاعبو فريق نادي الإخراطيات، صراع الديربي بين الإخراطيات وأم بصلان. حتى اللحظة أزرق في صالح الإخراطيات، ونحن على بعد حوالي 23 دقيقة، ساكبو على التنفيذ مع البرازيلي كونسيساو، من يسدد؟ كليهما مقر، وهذيلا هم الأخطر في التسديدات، كرة ساكبو يشوت خارج أرضية الملعب، كاد أن يسجل مصلال، كرة يانك ساكبو تذهب في الشباك الخارجية، ضربة مرمى، شوف لاعبين مصلال وكأن في ظن بأن الكرة أصبحت في المرمى، لكن الكرة لامست الشباك من الخارج وضاعت فرصة التسجيل على أم مصلال. ضربة المرمى تبعد بالرأس وسط الملعب، الوان تو، تينغا وجد نفسه في الجهة اليمنى، مكان مناسب للبرازيلي يقدم من خلاله أداء جيد، وجوده في الجهة اليمنى كان أفضل من وجوده
في العمق. تالي هذه أمور كانيدا قد يكون عرفها مع المباراة أو يعرفها سابقا، لكن حاول توظيف تينغا في مكان آخر لم يناسب تينغا الذي يقدم أداء جيد على الجهة اليمنى في شوط المباراة الثاني. إسماعيل إبراهيم تبعد من كونسيساو، أعلى من عبد العزيز الأنصاري بالتأكيد. وصل الكرة إلى ساكبو، تنقل الكرة عبر الجهة اليمنى، طلعة هجومية للمواس. المواس يستلم الكرة، محمود وسط الملعب إلى أنس مبارك، تحويل اتجاه الكرة قطرية من أقصى اليسار لأقصى اليمين من عابرات القرارات تصل إلى تينغا. تينغا يستلم الكرة، تينغا يمرر في العمق وسط الكرة، هنا إسماعيل محمود يمرر على ساكبو. ساكبو بين قوسين يدرب أحمد سفيان، أرضية سهلة جدا، ونحن نلعب على بعد 20 دقيقة من نهاية أحداث هذه المباراة. لدينا الإخراطيات يقترب من تحقيق ما يريد في هذه المباراة، ولو أن ما زال هناك في المباراة أمور ممكن تتغير. الإخراطيات الذي غاب منذ دقائق عن الهجوم، عن الشكل الهجومي، يحتاج أن يكون أكثر فاعلية. نادي بدأ الموسم أبقى أنور ديبة وجلب علي فايز وجلب يوسف الكناوي وعبد الهادي حلحول من المغرب. كرة اللعبة عالية ذهبت من الجميع، بعد ذلك لم يقتنع بحلحول والكناوي ورحلاء المغربيان، وأتى حمرونيو غرطة وفالنتين لازار، ورحل حمرونيو غرطة ورحل معه القادم من المصلال ماهر يوسف وذهب إلى السيلية. مع نهاية موسم ماضي كان قد رحل فيه رشيد تبر كنين والجانيرو موي المدافع والأوزبكي سنجار تورسانوف. الخلطيات اللي عسكر في توبكيوليتش قبل بداية الموسم هناك، حيث معسكر نادي فنربخش التركي، عسكر الاخراطيات واعتاد الموسم الاخير التواجد في تركيا. كرة عالية ووصلت سهلة في احضان باسل زيدان. الاخراطيات يمن النفس بفاصلة شبيهة بفاصلة الموسم الماضي بالنسبة للاخراطيات. عالية الكرة، بعد هذه المباراة سيكون امام الاخراطيات 15 نقطة في الميدان، سيقاتل الاخراطيات من اجل كل واحدة منها. أحمد كحيل يلعب الكرة طويلة بالعنوان، ذهبت إلى المدافعين. مباراة الخور والإخراطيات هي واحدة من المباريات التي ستكون بالنسبة للإخراطيات على المحك، هي المباراة الأهم. وميزة الإخراطيات إنه راح يقابل فرق قريبة منه في الترتيب، الغرافة وقطر والخور تواليا، فلد حيل والسيلية وينتهي الموسم. وبالتالي أهم مباريات الإخراطيات في حال فوز الليلة هي الثلاث المباريات القادمة. تشارلز جونيور، تشارلز جونيور بديل الإخراطيات يحل مكان الكابيتانو محمد عبد الرب. محمد عبد الرب يعطي إشارة الكابتن لعبد الرحمن أبكر قبل أن يغادر أرضية الملعب، وحكم المباراة حمد سبيعي طالب محمد عبد الرب بالخروج سريع. شارلز بريلات شارلز بريلاتا هو البديل الثاني للإخراطيات. بيرلاتا جوني هو البديل الحالي للإخراطيات، البديل الثاني، بديل يتواجد. هنا الكرة عالية بالرأس، الله، كاد أن يسجل التعادل المصلال، وكرة إسماعيل محمود تنتهي خارج أرضية الملعب. ضاعت فرصة التعديل
من المواس على راس اسماعيل، سمعة يلعب الكرة خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى خطيرة، الكرة الماضية لصقور برزان لكنها إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. آخر ربع ساعة من زمن اللعب، وفي الربع ساعة الأخير أم صلال سجل 3 أهداف هذا الموسم، والخرطيات لم يسجل سوى هدف واحد، هدف واحد كان لمحمود سعد، وكان هدف الخسارة أمام الست سبعة واحد من الأهداف. تقدم ساقبو، يمرر تينغا، يتقدم ساقبو، يذهب إلى تينغا، تينغا يقرر لعب الكرة العكسية لمحمود إلى إسماعيل محمود، وإسماعيل محمود من جديد خارج أرضية الملعب. يجيد إسماعيل محمود في الكرتين الماضيتين الهروب من رقابة الدفاع، لكن الإنهاء لا يكون بالشكل المطلوب، ويأتي بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. خلف الياس حسان، هرب من الجزائري ولعبها بالرأس خارج أرضية الملعب. هنا كرة بالرأس يسار أحمد سفيان، وأخرى يمينة، وفي الحالتين الكرتين كانتا إلى ضربة مرمى لصالح الخرطيات. اصطدام اللاعبي الخرطيات، تذهب الكرة والمرور بشكل جميل، إذياب العنابي يمرر لتينغا المتعلق، أفضل لاعبين مصلال في شوط المباراة الثاني. تينغا يمر من معتز ماجد، يمر من فالنتين لازار، يظهر البرازيلي قدراته، والتدخل يأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. معتز ماجد يعود ويقطع الكرة وتذهب إلى ركنية لأم صلال. أم صلال يواصل الضغط، يواصل الضغط ويستخدم أفضل أسلحته في هذه المباراة، لعب الكرات العكسية في منطقة الجزاء. على التنفيذ محمود المواس، المواس مع تقدم 6 لاعبين من أم صلال في منطقة الجزاء وعلى حدود المنطقة. اللعبة الركنية أبعدت من عبد الرحمن أبكر إلى ركنية أخرى. إلى ركنية أخرى، ساقبو يبحث عن الكرة، يبحث عن إصابة 9 لهذا الموسم. تلعب الركنية بالرأس، تذهب الكرة على من الجميع، عالت من جديد طلال علي، طلال يلعب عكسية، ساقبو، الله، ذهبت من ساقبو، وإسماعيل محمود، عاد من جديد إسماعيل، ومن ثم الإبعاد من معتز ماجد. الحظ في الدقائق الماضية يدير ظهره قليلا لأم صلال، زعلان من أم صلال، زعلان من أم صلال، وبالتالي كرة ذهبت بشكل غريب أمام ساقبو، ومن ثم من إسماعيل محمود في القائم الأيسر. باسل زيدان يلعب الكرة عالية، أنس إلى ذياب، إلى المواس عبر الجهة اليسرى، المواس وراء كل الكرات العكسية في مباراة الليلة، اللاعب السوري، خطأ وبطاقة صفراء من نصيب محمد سلام، بطاقة صفراء على لاعب فريق نادي الخرطيات محمد سلام. أنس على التنفيذ، أم صلال يبحث في دقائق أخيرة من زمن هذه المواجهة عن هدف التعادل، وهنا لدينا دفع على أندريس كونسيساو، خطأ من أندرسون كونسيساو ولصالح الخرطيات. شوف كان في دفع على أندرسون كونسيساو لمصلحة محمد سلام، وهنا إعادة الكرة التي ضاعت بغرابة، تركها ساقبو، حاول تسديدها ذابت من أمامه، ومن ثم إسماعيل محمود وفي القائم الأيسر. استلام الكرة، عادت إلى الخلف، كونسيساو يرسل الكرة طويلة، إلياس حساني يبعدها تصل إلى ساقبو. شوفوا أم صلال 11 كرة
11 كرة، اثنتان ما بين الخشبات بنسبة 18%، تهديد شباك أحمد سفيان، تهديد حقيقي. المرور، التمرير، تمريرة خاطئة من إسماعيل محمود، تبدأ هجمة لصالح الخلاطيات. عبد العزيز الأنصاري يظهر حاليا فيما الخلاطيات فعاليته أكثر رغم أن محاولاته أقل، 8-4 ما بين الخشبات بنسبة 50%، وفي النهاية هو من يتقدم في مباراة اليوم. كرة عالية، معتز ماجد حاول الصعود على أكتاف يانك ساك، يسمون الصعود على أكتاف الآخرين، هذا الصعود على أكتاف الآخرين لإبعاد الكرة. عالي الكرة ذهبت سهلة إلى أحضان حارس المرمى، تلعب وانطلاقة عبر الجهة اليمنى. تينغا أفضل لاعبين مصاب في الشوط الثاني في وجه نظري بتحركاته المؤثرة عبر الجهة اليمنى، بعد ذلك يأتي المواس من الجهة اليسرى، وما بينهما إسماعيل محمود حتى اللحظة ليس في المستوى المأمول أمام المرمى. وساقبو مو ساقبو اللي عرفناه في مباريات مضت، كان ساقبو فيها أفضل من أدائه في مباراة اليوم. أنس بداية هجوم، علي فايز، علي فايز تقطع الكرة بسهولة من أندرسون كونسيساو، تذهب إلى ساقبو، ساقبو يهرب الآن إلى الجهة اليسرى، يقرر التمرير، كرة وصلت، طلال، طلال إلى ذياب، ذياب إلى تينغا، تقطع من فالنتين لازار، انظر من يقطع الكرة الماضية، الرجل الذي يؤدي أدوار دفاعية، صاحب الابتسامة حاليا في الإخلاطيات بهدفه من علامة الجزاء هو فالنتين لازار. وسط الملعب موقعة الجارين، النقاط أقرب للإخلاطيات، ما راح تروح هي من الدحيل، تطلع الجسر وتنزل تجد نفسها في نادي الإخلاطيات مباشرة، لكنها تتمنى أن تأتي في الخمس جولات الماضية تباعا إلى خزينة نادي الإخلاطيات، هذا ما يتمناه محب نادي الإخلاطيات في الجولات القادمة. أم بوصلالي واصل مسيرته في دوري، هو من خلاله يكتب على سطر ويترك سطر، هذا الدوري وخسر من السهلية وتعادل مع أم صلال، فاز على الأربعة على الأهلي، خسر بالخمسة من العربي، فاز بالثلاثة على الغرافة، فاز على الإخلاطيات، فاز على الخوركات، أفضل فترة انتصارات بالنسبة له، ثلاث انتصارات متتالية، بعد ذلك خسر 1-0 من الدحيل، تعادل مع الشحانية، تعادل مع قطر، خسر بالخمسة من السد، خسر بهدفين أمام السيرية، ومن ثم تعادل مع الريان وتعادل مع الأهلي، والعربي خسر من أمامه قبل أن ينتصر في المباريات المباراة الأخيرة أمام الغرافة. هو كذلك أموره ما كانت بالشكل المطلوب، 8 مباريات لم يحقق فيها الانتصار حتى انتصر على الغرافة بالرأس خارج أرضية الملعب، 8 مباريات متتالية، بعضها على الأسماء الموجودة في مصلال مفروض كان يتحصل على نقاط أفضل، لكن واضح المشكلة في مصلال، إيجاد توليفة مثالية تلعب في مباريات الفريق في بطولة الدوري، عنده في مقاعد البدلاء، عنده من الموجودين في المدرجات، عنده لاعبين شبان كثر مميزين، عنده يعني في طالع مقاعد البدلاء، ونروح ناخذ جولة من الموجود في نادي أم صلاح، عنده عيسى شعبان في حراسة المرمى، عنده عمر يحيى وعادل علوي وذياب العنابي وناصر النصر وحسام كمال، تغيير أخير ماجد أمان آخر الذين سيتواجدون في أرضية الملعب من جانب الإخلاطيات، لكن التغيير يؤجل، تغيير ماجد أمان يؤجل. رزاق يستلم الكرة، تلعب طويلة، باسل زيدان يخرج من مرمى قبل أن يصل إليها فالنتين لازار الذي يتحرك بشكل قطري جميل جدا خلف المدافعين،
المواس وخطأ على أحمد كحيل. خطأ على أحمد كحيل. خمس دقائق أخيرة تفصل الإخراطيات عن تحقيق انتصار ثاني بعد الخسارة في تسع مباريات. فريق في إسماعيل محمود ومحمود المواس ويانك ساك وتينجا وكونسيساو وذياب العنابي في عنده مصار المفروض يظهر بشكل دائما أفضل. المواس هو فريق ترمو متره في المواس ساكبل تكانوا في المستوى المطلوب على الشكل الهجومي، واليوم المواس أدم عليه بشكل أكبر. ساكبل لم يظهر بالشكل المطلوب. فالنتين لازار واحد من أفضل اللاعبين خاصة في جانب الخلطيات، يبدأ الهجمة يذهب إلى العمق ليمرر الكرة إلى عبد العزيز الأنصاري، يتقدم وحيدا بين العنابي وكونسيساو ومن ثم يتعصل على ركلة ركنية. برافو عبد العزيز الأنصاري في الكرة الماضية أنه نجح في الحصول على ركلة ركنية، وأمامه كونسيساو. تغيير علي فايز سيغادر أرضية الملعب العراقي، لن يستطيع إكمال المباراة. ماجد أمان هو وقع على أرضية الملعب عشان يعني استهلك بعض الوقت بذكاء، وبالتالي علي فايز عطية يغادر الموهوب العراقي صاحب التسديدات المميزة، لعب دور فعال أمام خط الدفاع، وبديله في نفس المكان هو ماجد أمان مع محمد سلام ليكملا المباراة كلاعبي ارتكاز في تشكيلة نادي الإخراطيات. ماجد أمان كان بدايته مع الفئات السنية في العرب. وسط الكرة تسديدة ممكن الهدف الثاني، ما زالت قائمة والكرة باسل يستمسل في الكرة الماضية على دفعتين وينقذ أم صلال من حسم الأمور بالنسبة لجانب الإخراطيات. شوف الكرة وصلت إلى رزاق سددها بيمنى، تصدى الحارس، عادت من جديد إلى تشارلز جونيور ويبعد باسل زيدان الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية جديدة للإخراطيات. الإخراطيات على التنفيذ. فالنتين لازار يلعب الكرة، الله، خارج أرضية الملعب. ضاعت فرصة التسجيل للإخراطيات. الجزائري إلياس حساني قادم الإخراطيات في أول مباراة له، حصل على ركلة جزاء وكاد أن يسجل هدف الثاني، هدف حسم الأمور لمصلحة الصواعق، لكن كرته ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. تلعب الكرة، هجوم للمصلال، 1-0 كافية وافية لهالإخراطيات لأن يحصلوا على 3 نقاط أمام جيرانهم فريق مصلال. تلعب الكرة، تمريرات الفئات السنية في الإخراطيات عادي تلاقي يعني الإخراطيات يلعب في المصلال، المصلال يلعب في الإخراطيات، متجاورتين والمدارس مع بعض منذ فترة طويلة، هذا أمر حادث في المنطقتين بالنسبة للإخراطيات والمصلال. هجوم، انطلاقة تشارلز جونيور، تقطع الكرة من أنس مبارك، يتدخل تصل إلى كاسولا إلى كونسيساو ذياب العنابي عبر الجهة اليسرى، ذياب يمرر. دقيقة ركز، اسمع صوت وسام رزق وهو يقول دقيقة الكل يركز. بالفعل دقيقة وينتهي الوقت الأصلي في انتظار دقائق الوقت الضائع، وبالتالي يطالب بالتركيز، التركيز الذي يكفل الانتصار. الهجوم لمحمد رزاق وحيدا بين 5 لاعبين، يحافظ على الكرة بنجاح إلى محمد سلام، يمررها لأحمد كحيل، طلعة هجومية للإخراطيات. كحيل يتقدم، كحيل عكسية على القائم البعيد، تذهب من الجميع، تصل إلى فالنتين لازار مكان كل هجمة في الجهة اليسرى، يتواجد فالنتين لازار.
بذكاء بذكاء يحسب لفالنتين لازار، يتحصل على ركلة الركنية للإخراطيات. ثلاث دقائق يرفعها جمال حسين معلنة عن وقت بدل ضائع من إشارة حكم المباراة حمد السبيعي. مباراة ويوم هو في دوري نجوم كيو ام بي، يستحق أن نطلق عليه يوم ركلات الجزاء، لأن من الأربع أهداف اللي شفناها في المباراتين بين الخور وقطر وبعدها بين الخراطيات وأم صلال، ثلاث أهداف من أربعة أتت من علامة الجزاء. الله، لازار كاد أن يباغت باسل لكن باسل يتألق. هنا الكرة، التكنيك رائع، يحسب مع الهجمة، التمريرة، ضاعت فرصة حسم الأمور للخراطيات، ضاعت فرصة الحسم. يتألق في الكرة الماضية الياس حساني، يسجل بدايته في دوري نجوم كيو ام بي، ولو ان اتى متأخر قد يكون هذا الحضور المتأخر هو النقطة الإيجابية في الظلام اللي كان يعيشه الإخراطيات في تسع جولات ماضية، لان الجزائري تحصل على ركلة جزاء. فالنتين لازار سجل من الهدف الوحيد. هجوم لأم صلال، السعي للتعادل، الكرة اسماعيل محمود يحاول المرور، اسماعيل يمر والكرة، الله، الحظ يقف مع احمد سفيان، ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق. الكرة الماضية لا اعرف لماذا الياس حساني لم يواصل الضغط. شوف هنا، هنا الامور اوكي، هنا الامور اوكي، هنا وقف، هنا الياس حساني يتفرج على اسماعيل محمود ويمن الناس بان يقوم احمد سفيان بالواجب. احمد سفيان قام بالواجب، كانت ان تذهب منه الكره كبري لكنه لحق بها في اللحظه المناسبه. هنا الكره خارج ارضيه الملعب، ركله ركنيه للمصلال. الثاني هنا اعاده الركنيه حلوه، وفالنتين لازار لعبها بشكل جميل، احلى في الابعاد من باسل زيدان. ركنية فرص او فرصة ام صلال الاخيرة قد تكون. محمود المواس، محمود المواس، كل لاعبي مصاب في الامام، اللعبة الكرة بالراس تبعد، تنقع ينقلها الى الجهة اليمنى، اخر اقل من نصف دقيقة على صافرة حمد السبيعي، تصطدم الكرة اسماعيل محمود والضغط موجود، وخطأ على فالنتين لازار. فالنتين لازار في العشر ثواني الأخيرة، العشر ثواني الأخيرة، متذيلي الترتيب اليوم حققوا الانتصارات بعد غياب. هنا العودة والتسديد والإبعاد، الكرة تذهب هنا، دياب العنابي في ظل مطالبات وسام رزق بالصافرة حمد السبيعي لأن الوقت انتهى، صفر الوقت انتهى. آخر كرة قد تكون لمصلال، عالية من باسل زيدان، ساقبو بالراس، ساقبو إلى المواس، يلحق المواس، ما يلحق، ما يلحق، إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لنادي الإخراطيات. هذا يا سادة الإخراطيات أخيرا، أخيراً، وحمد السبيعي ينتظر إطلاق صافرته ليعلن عن نهاية المباراة. بالفعل الإخراطيات انتصر أخيراً بعد تسع مباريات من الخسارة على حساب جار فريق أم صلال بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق لاعبي فالنتين لازار. الإخراطيات الخبر السعيد، الوصول إلى النقطة الثالثة على بعد ست نقاط من المركز الحادي عشر الذي يتوقف